أختي سائلة بتقول إن أنا زوجي منعني إن أنا صوم، أنا علي أيام من رمضان وأنا صمت النهاردة من غير علمه، ولكن لما عارف حلف علي إن أنا أفطر يعني وأنا رفضت، فما الحكم في هذا الأمر؟ هو السؤال، الأخت بتقضي أيام عليها، إذا كانت الأخت الكريمة وتقضي أياما عليها فقدامها السنة طويلة. طيب الزوج هتصوم إمتى؟ أما يقعد يحلف عليها ما تصومش، طب هو إيه البديل اللي عنده؟ هل ما تصومش أيام معينة وعايزها فيها الحاجة، ولا مش عايزها تصوم ما تقضيش؟ ما فهمناش منها. هي الأخت كاتبة دكتور، كاتبة بتقول للعلم هو منعني من الصوم من غير أسباب. لا، ليس له المنع بدون أسباب. الكلام ده لو في النوافل له هذا الحق، إنما في الفرائض أو القضاء الفرائض لا، إلا لو إني والله في أسباب معينة يبديها. ما فيش أسباب تتناسب شرعا، والله عنده ضيوف الأيام دي جايين، عندي كذا محتاج اللي يعمل، مثلا لقص مريض محتاج من يرعاه، عنده الأولاد في امتحانات، فالقضاء الدنيا قدامها واسعة. إنما لو موقف من القضاء بس قاعد بيتحكم وخلاص، لا. طب صامت بدون إذنه برضه لم يكن لها ذلك، خاصة إن الدنيا قدامها في بحبوحة من الزمن. لازم نفهم وجهة نظره في إني ما تصوميش ليه، ده اللي يحل لنا الإشكال، اللي عمله ده يأثم شرعا ولا لا شيء عليه.